بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الأبناء الأعزاء، طلاب علوم العلاقات الدولية جامعة عين شمس، سوف أبدأ معكم الآن محاضرة، نقول مراجعة عامة للفصول التي تم دراستها قبل تعليق الدراسة في دبلومة العلاقات الدولية. احنا الكتاب طبعا مع حضراتكم، الكتاب فيه 5 6 فصول دراسية. احنا قبل تعليق الدراسة كنا خلصنا 4 فصول من الكتاب. الفصل الأولاني كان بيتكلم عن العلاقات الدولية في العصور الحديثة والمعاصرة، والفصل الثاني بيتكلم عن العلاقات السياسية الدولية في ظل الحرب الباردة، والفصل الثالث بيتكلم عن العلاقات السياسية الدولية في ظل الوفاق الدولي، والفصل الرابع اللي احنا خلصناه الحمد لله بيتكلم عن نظام الأمن الجماعي في العلاقات الدولية. احنا خلصنا هذه الفصول الأربعة قبل تعليق الدراسة. ناقص لنا الفصلين، الفصل الخامس اللي هو الأحلاف العسكرية وترتيبات الأمن الإقليمي، والفصل السادس اللي هو السياسة الدولية في عصر القطبية الأوحدية والعولمة. انا هراجع معاكم ال4 فصول اللي احنا خدناهم، يعني مراجعة سريعة في ال4 فصول اللي احنا خدناهم عشان يعني نكون مستعدين للفصل. يمكن تكون بقى نسيتوا شوية اللي احنا خدناه لفترة طويلة، ربنا يعني ان شاء الله نرجع للجامعة في القريب بإذن الله. هنتكلم، هشرح شوية في الفصل الاولاني اللي احنا اتكلمنا عنه. الفصل الأولاني زي ما أنا قلت بيتكلم عن العلاقات الدولية في العصور الحديثة والمعاصرة. الفصل ده فيه 3 مباحث. المبحث الأولاني بيتكلم عن العلاقات السياسية الدولية حتى الحرب العالمية الأولى. المبحث الثاني بيتكلم عن العلاقات السياسية الدولية في عصر التنظيمات الدولية اللي هي عصبة الأمم. والمبحث التالت بيتكلم عن العلاقات السياسية الدولية في عصر الأمم المتحدة. المبحث الأولاني بيتكلم بقى نشرح فيه شوية يعني بإيجاز العلاقات السياسية الدولية حتى الحرب العالمية الأولى. يعني بنتكلم شوية مع بداية انهيار نظام الإقطاع واقتراب العصور الوسطى في أوروبا من نهايتها، بدأ ظهور الدول القومية الحديثة التي تميزت بالاستقلال في مباشرة سلطتها على إقليمها وعلى السكان المستقرين في نظام هذا الإقليم. إن هذا التحول برمته أدى ولأول مرة إلى ظهور أولى الدول القومية في أوروبا كإنجلترا وفرنسا وإسبانيا والبرتغال والسويد والنرويج والدنمارك وبولندا وروسيا. مع توالي ظهور الدول القومية في أوروبا حتى عام 1500، حتى نقول بداية الحرب الدينية في أوروبا بين الإصلاحيين والمحافظين، بين الكاثوليك بزعامة إسبانيا والبروتستانت بزعامة فرنسا، تحول هذا الصدام إلى حرب داروس عرفت بحرب ال30 عاما، والتي بدأت عام 1618 انتهت عام 1648 دون أن تفلح الجهود المتتابعة والتي بذلت خلال هذه السنوات لحقن الدماء، إلى أن نقول تم التوافق بين الأطراف المتحاربة بعد 30 عاما من الحروب. تم التوافق بينهم على عدة نقول معايير في معاهدة هي أشهر معاهدات السلام في التاريخ الحديث، اللي هي معاهدة وستفاليا، والتي وضعت
ولأول مرة أساس أو أسس النظام الدولي الحديث. تعتبر معاهدة وستفاليا أو صلح وستفاليا اللي هو كان سنة 1648 نقطة تحول في تاريخ العلاقات السياسية الدولية، وذلك لأن هذا المؤتمر بالنسبة لأوروبا والغرب عموما بمثابة نقطة الانطلاق في تنظيم العلاقات السياسية الدولية على أسس جديدة واضحة المعالم. هذه المعاهدة وضعت مبادئ وأسس، يعني أسس كانت جديدة في ذلك الوقت على العلاقات بين الدول، ولكن هذه الأسس هي أصبحت من المبادئ الهامة والمبادئ الأساسية في علاقات الدول مع بعضها البعض، وأيضا أصبحت من المبادئ الهامة جدا جدا والمؤسسة للقانون الدولي. هذه المعاهدة وأهم المبادئ التي جاءت في معاهدة وستفاليا، ودي مهمة جدا جدا لأن ده يعتبر أساس فهم العلاقات الدولية. أهم ما جاءت به معاهدة وستفاليا تتعلق بواحد، هي تعد فاتحة لما يسمى أو لما سمي فيما بعد دبلوماسية المؤتمرات، والتي اتخذت صورة مقابلات بين الملوك والأمراء لتبادل وجهات النظر. فصلح وستفاليا كان نتيجة لأول اجتماع عقد بين الملوك والأمراء في أوروبا على هيئة أو في هيئة مؤتمر. اتنين، أقرت معاهدة وستفاليا مبدأ المساواة بين الدول دون النظر إلى نظمها الداخلية، نظمها الدينية دون النظر إلى نظمها الداخلية أو نظمها الدينية. فكانت هذه المعاهدة بمثابة الخطوة الأولى نحو تثبيت علمانية العلاقات السياسية بين الدول. يعني دي كانت نقطة أولى في تحييد عامل الدين في العلاقات السياسية بين الدول. هي بما أنها كانت حرب دينية قعدت 30 سنة، فكانت المعاهدة من مبادئها هي تحييد العامل الديني في علاقات الدول مع بعضها البعض. ثلاثة، أقرت نظام إحلال البعثات الدبلوماسية، ودي كانت لأول مرة بتقرر معاهدة وستفاليا مبدأ الإرساليات أو الاعتراف بنظام البعثات الدبلوماسية الدائمة بين الدول بعضها البعض، لتكون أو نقول لتفادي الوقوع في حروب دامية مرة أخرى. أربعة، أقرت وستفاليا فكرة توازن القوى بين دول أوروبا باعتبارها وسيلة لصيانة السلام من خلال ردع الدولة التي تسعى إلى التوسع على حساب دول أخرى والحيلولة دون هذا التوسع لكي لا يختل توازن القوى بين الدول. وهكذا فإن النظام الدولي الذي تأسس على قواعد معاهدة وستفاليا لم يقم على أساس العودة إلى الدولة إلى الدولة أو إلى الدول العالمية، بل جعل العلاقات الدولية محصورة في تلك العلاقات التي تنشأ بين الدول القومية ذات السيادة. وده شيء مهم جدا، خلي بالكم منه. هنا وستفاليا جعلت العلاقات الدولية محصورة في تلك العلاقات التي تنشأ بين الدول القومية ذات السيادة، بحيث لا تشمل أي نوع من الهيئات أو الجماعات التي لا تتوافر لها مقومات الدولة وخصائصها مهما كان دورها في المجتمع الدولي. ده شيء مهم جدا جدا، نقول ان وستفاليا اعترفت بالدولة القومية، يعني العلاقات الدولية هي علاقات بين دول قومية ذات سيادة. بعبارة أدق، فإن الدول وحدها هي التي تشكل العناصر الفعالة الدولية، وهي الأطراف الوحيدة التي تنشأ بينها العلاقات الدولية التي أصبحت بناء على ذلك مرادف للعلاقات بين الدول. إن السلام الذي أقامته معاهدة وستفاليا على مبدأ توازن القوى لم يكن سلاما رومانيا فرضته الإمبراطورية الرومانية على الشعوب التابعة لها،
ولم يكن سلاما مسيحيا فرضته الكنيسة على رعاياها من الملوك والأمراء، بل كان سلاما خططت له فرنسا بإقامة تحالف للقضاء على الإمبراطورية الرومانية مع الاحتفاظ دائما بالمساواة في القوة بين الدول العظمى، بحيث يمكن منع أي دولة من أن تصل إلى درجة من القوة تستطيع بموجبها أن تهدد استقلال دولة أو دول أخرى. وهذا وبالتالي يؤدي إلى ضمان الاستقرار في العلاقات السياسية الدولية وإشاعة السلام بين الدول. وقد أصبح مفهوم التوازن الدولي بهذا المعنى يمثل الخطة الأساسية التي ظلت تسير بمقتضاها العلاقات السياسية الدولية حتى الحرب العالمية الأولى، عندما حل محلها مفهوم الأمن الجماعي كأساس للمحافظة على أمن العالم واستقراره وسلامه. وأخيرا، لابد من القول أن معاهدة وستفاليا كانت نهاية للعصر الذي أطلق عليه في التاريخ عصر الإصلاح الديني، فقد أصبح الوضع الديني واضحا، فقد قضى على أمل المصلحين الأوائل في تحطيم الكاثوليكية الرومانية التي تتبع روما، وكذلك فشلت حركة الثورة الإصلاحية المضادة في إعادة الولاء المطلق للبابا وكنيسة روما، ومن ثم كان لابد من بقاء المذهبين الكاثوليكي والبروتستانتي وتعايشهما جنبا إلى جنب في أوروبا. وساد في أوروبا مبدأ التسامح الديني الذي فرضته الدول التقدمية على رعاياها. وقد استقر الحال في أوروبا على هذا الوضع إلى أن حاولت فرنسا توسيع ممتلكاتها على حساب الدول المجاورة لها دون مراعاة لمبدأ توازن القوى الذي أقر في معاهدة وستفاليا. وبهذا تحالفت الدول ضد فرنسا واشتبكت معها في حرب طويلة انتهت بتوقيع معاهدة أوتريخت عام 1713، والذي أعيد بمقتضاها تنظيم أوروبا على أساس فكرة توازن القوى. هنا بنتكلم برضو، كانت معاهدة أوتريخت بداية عهد جديد، فقد انتهت سلسلة من الحروب التي حاولت بها فرنسا السيطرة على أوروبا، وزال ذلك الخطر إلى زمن طويل، ولم تجني منها فرنسا إلا تعيين فيليب الخامس حفيد لويس ملكا على أسبانيا، وتخلي الفرنسيين عن مساعيهم في غزو بلجيكا. يعني في الفترة دي قامت أحداث كتيرة، أهم الأحداث اللي قامت بين أوتريخت والحرب العالمية الأولى، قامت طبعا زي ما احنا عارفين اللي هو استقلال أمريكا عام 1776، ثم برضه بعدها قامت الثورة الفرنسية عام 1789، والتي جاءت بمبادئها المعروفة وبفكرة حق الأمم في اختيار ما تراه مناسبا لها من النظم الدستورية. ثم بعد ذلك فرنسا نفسها التي قامت التي نقول أذاعت أو نشأت فيها مبادئ الثورة الفرنسية ومبادئ حقوق الإنسان، هي التي تخلت أو انتهكت هذه المبادئ وقامت بالحروب الفرنسية في أوروبا، أو الحروب النابليونية كما تسمى، من 1803 إلى 1814، إلى أن برضو اتحدت الدول الأوروبية ضد فرنسا وهزمتها في موقعة ووترلو عام 1815، واجتمعت الدول الأوروبية في فيينا، أو في معاهدة مشهورة جدا جدا اسمها معاهدة فيينا، التي أقرت يعني إعادة إقرار ما تم الاتفاق عليه في وستفاليا. أهم ما جاء به معاهدة فيينا إقرار مبدأ توازن القوى من جديد، C2 إقرار مبدأ المشروعية والذي يعطي إعادة الملوك إلى عروشهم، 3 إقرار مبدأ الحياد الدائم، وقد وضعت سويسرا بمقتضى هذا المبدأ في حال حياد دائم، إقرار مبدأ حرية الملاحة في الأنهار الدولية. خلي بالكوا رقم 4 ده، يعني في ده منذ عام 1815 هو أقروا إيه؟ إقرار مبدأ حرية الملاحة في
الأنهار الدولية، يمكن في ذلك الوقت كان المقصود به الأنهار الأوروبية مثل نهر الدانوب ونهر الراين. ثم رقم 5، تنظيم العلاقات الدبلوماسية بين الدول ووضع قواعد لترتيب أو لذلك لترتيب الممثلين الدبلوماسيين. رقم 6، تحريم تجارة الرقيق. ده يعني كان يعني سريع على ما جاء به في تلك المرحلة. طبعا بعد فيينا حدث بعد ذلك انتهاك أو تذبذب في العلاقات السياسية الدولية، أدت في النهاية إلى قيام الحرب العالمية الأولى اللي بدأت في 1914 انتهت 1918، طبعا بهزيمة دول المحور وانتصار دول الحلفاء. المبحث الثاني بنتكلم فيه برضو ده مراجعة، خلي بالكم أنا براجع معاكم، بيتكلم عن العلاقات السياسية الدولية في عصر المؤتمرات، عصر التنظيمات الدولية. عصر التنظيمات الدولية هنتكلم أولا عن عصر عصبة الأمم اللي تم إنشائها بعد نقول نهاية الحرب العالمية الأولى. أدت الحرب العالمية الأولى إلى نهاية تسلط الدول الأوروبية الكبرى على العالم وانهيار سياسة توازن القوى وحل محلها نظام الأمن الجماعي. خلي بالكم بنتكلم هنا التنظيمات الدولية عصبة الأمم، ده أول تطبيق لمبدأ الأمن الجماعي في العلاقات الدولية. يعني الصورة الأولى لتطبيق مبدأ الأمن الجماعي في العلاقات الدولية. ده بقى حل محل إيه؟ اللي هو محل الأحلاف العسكرية. هنا كان قبل كده، قبل التنظيمات الدولية، قبل عصبة الأمم، كان الأمن في العالم كان يقوم على أساس مبدأ التحالفات بين الدول. أما بعد الحرب العالمية الأولى بدأنا نلجأ لنظام جديد، فكر جديد أو فكرة جديدة، هي فكرة الأمن الجماعي الذي تتولاه منظمة عالمية تضم في عضواتها كافة دول العالم. كانت الصورة الأولى هي صورة عصبة الأمم التي تكونت بعد الحرب العالمية الأولى. هنا الأمن الجماعي تختلف عن المعاهدات، طبعا كان فكرة الأمن الجماعي تختلف عن الأحلاف التي كانت سائدة من قبل، على أنها هي فكرة تقوم على أمن الجميع للجميع، الكل لصالح الكل. أما توازن القوى فهي معاهدات تقيم التزامات، يعني توازن القوى والأحلاف العسكرية هي معاهدات التزامية أو إلزامية بين مجموعة من الدول ضد مجموعة أخرى، أو بين مجموعة من الدول فقط تلتزم أو تتعهد فيما بينها بالدفاع عن مصالحها إذا ما تعرضت للخطر. أما الأمن الجماعي فهي معاهدة شاملة أو مبدأ شامل، الكل لصالح الكل. أهداف العصبة، أهداف عصبة الأمم، عدم اللجوء للقوة من أجل حل القضايا الدولية، احترام قواعد القانون الدولي، احترام الالتزامات والعهود التي تنص عليها المعاهدات الدولية، قيام علاقات طيبة بين الدول على أساس العدل والشرف. ده يعني طب أسباب الفشل، رغم هذه نقول المبادئ النبيلة إلا أنها فشلت. لم تستطع العصبة رغم كل هذه المبادئ الرنانة حل لم تستطع العصبة حل المشكلات الدولية الناجمة، وتبنى ذلك بوضوح من خلال ضعفها وتضاؤل فاعليتها في نشر الأمن والمحافظة على السلام الدولي، إذ أنها ظلت طوال ال14 سنة الأولى من وجودها منهمكة في إصلاح وتعديل هيكلها التنظيمي. إن الأسباب التي أدت إلى فشل العصبة في تنفيذ ما خطط لها هي نتيجة لتنامي النزاعات الاستعمارية لدى الدول الكبرى، حيث وجدت هذه الدول بأن مبادئ العصبة لا تلبي أطماعها الاستعمارية، فطغت عقلية المنافسة الاستعمارية وروحية التوسع والهيمنة استنادا إلى مبدأ القوة في العلاقات الدولية. ده المبحث الثاني. المبحث الثالث بنتكلم عن العلاقات السياسية الدولية في عصر عصبة الأمم،
في عصر الأمم المتحدة، اللي هي منظمة الأمم المتحدة. طبعا كان نقول الأمم المتحدة أيضا أنشئت بعد نهاية الحرب العالمية الثانية التي بدأت عام 1939 وانتهت عام 1945. بدأ شبح الحرب العالمية الثانية يلقي بظلاله الكثيف على العالم بعدما تبين من ضعف عصبة الأمم وانعدام فاعليتها في نشر الأمن والمحافظة على السلام الدولي. وهكذا كانت الشرارة الأولى التي عملت على إشعال نيران الحرب قيام هتلر في عام 1938 بضم أراضي النمسا للرايخ الألماني، ثم عدوانه المباشر على بولندا عام 1939. ظهرت الخطوة الأولى في إنشاء ثم بقى توالت الحرب بعد بولندا ثم فرنسا ثم يعني انضمام إعلان فرنسا وإنجلترا الحرب على ألمانيا ثم انضمام إيطاليا لألمانيا واليابان ثم انضمام أمريكا لفرنسا وإنجلترا، وهكذا أصبحت حرب عالمية. ظهرت الخطوة الأولى في طريق إنشاء منظمة الأمم المتحدة في الوثيقة الشهيرة التي وضعها كل من تشرشل وروزفلت التي عرفت بميثاق الأطلسي، والتي نصت على إيجاد نظام عام للأمن قائم على قواعد أوسع، أوسع من مما كانت عليه في عصبة الأمم. كانت الخطوة الثانية في عام 1942 في تصريح الأمم المتحدة، ثم تجلت الخطوة الثالثة في مؤتمر موسكو في تشرين الأول من عام 1943، والذي أقرت فيه إحداث منظمة دولية تقوم على أساس المساواة بين جميع الدول المحبة للسلام. ثم تأكد هذا القرار في مؤتمر طهران الذي جمع لأول مرة الزعماء الثلاثة روزفلت وستالين وتشرشل. في ديسمبر 43 شكلت هيئة دراسات في واشنطن وضعت المبادئ والأسس التي قامت عليها المنظمة. مؤتمر يالطا بقى اللي هو المؤتمر الأهم في سلسلة هذه المؤتمرات، مؤتمر يالطا الذي عقد في الفترة من 4 ل 11 فبراير 45، هو بيسمى يعني يسمى العلم الدولي العلاقات الدولية بعد الحرب العالمية الثانية علم ما بعد او علم ما بعد يالطا، او نقول تفاهمات يالطا. يالطا دي طبعا مدينه على البحر الاسود، على بحر قزوين في روسيا. جرى تصويت المشاكل فيها بقى وبين الدول الكبرى خاصه انجلترا والاتحاد السوفيتي السابق وامريكا، وبرضه في هذا المؤتمر اتفقوا على استخدام تقسيم مجلس الامن الدولي من دول كبرى لها حق استخدام النقد ودول ليس لها حق استخدام النقد. ثم تمت دعوة الدول في مؤتمر في سان فرانسيسكو في 25 ابريل 1945، واستمر لمدة شهرين، انتهى في أغسطس وتم بتوقيع 51 دولة على ميثاق إنشاء الأمم المتحدة في 26 أغسطس 1945. تضمن الميثاق الأمم المتحدة من ديباجة اللي هي مقدمة، ثم و111 مادة بالإضافة إلى النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية والمكون من 70 مادة. يعني بنتكلم كده مبادئ المنظمة، أهدافها بتقوم زي العزبة بالظبط، أهدافها هي المحافظة على الأمن والسلم الدولي. يعني أي الأمم المتحدة قامت بهدف هدف كبير جدا جدا، وهو الحفاظ على الأمن والسلم الدولي. مبادئ المنظمة تناولت الميثاق في المادات الأولى والثانية بالإضافة إلى الديباجة، وانطلاقا من الديباجة واعتمادا على المادة الأولى يمكن اعتبار أهداف الأمم المتحدة فيه هي الحفظ، بنتكلم هي الحفظ، أي حفظ السلم والأمن الدولي، إنماء علاقات ودية بين الأمم، تحقيق التعاون الدولي على حل المساواة الدولية، وجعل هذه الهيئة مرجعا لتنسيق الأعمال وتوجيهها نحو إدراك هذه الغايات المشتركة. المادة الثانية من الميثاق نصت على تقوم الهيئة على مبدأ المساواة في السيادة بين جميع أعضائها، لكي يكفوا الأعضاء الهيئة لأنفسهم جميع الحقوق والمزايا، يقومون في علاقتهم بحسن النية.
هنا تقوم نقول ايه، تقوم العلاقات بين الدول على مبدأ حسن النية، وده مبدأ مهم جدا جدا من مبادئ العلاقات الدولية ومبادئ القانون الدولي. في صفحة 24 من الكتاب، 24 أو يعني ممكن تكون 26 أو 27، أنا معايا نسخة قديمة من الكتاب اللي معايا، ممكن تكون في حضرة مع حضراتكم 27 أو 28، إحنا بنتكلم عن برضو من مبادئ الأمم المتحدة. يعني كده إحنا خلصنا الفصل الأولاني، بقى بنراجع، مش بنخلص، أنا براجع معاكم الفصل الأولاني، كده بنتكلم نراجع بقى الفصل الثاني اللي هو بيقول فيه الفصل الثاني بعنوانه العلاقات السياسية الدولية في ظل الحرب الباردة، في مبحثين، المبحث الأولاني التعريف بالحرب الباردة ودوافعها، المبحث الثاني الجوانب العملية في سياسة الحرب الباردة. انا هراجع سريع برضو، الحرب الباردة هي نهج سياسي عدواني اتخذته الاوساط الامبريالية، يعني لا مش كده، الحرب الباردة لو جينا هي بقى الحرب الباردة هي سياسة بين القوى العظمى بعد الحرب العالمية، بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، و نقول بدأت تظهر أوجه أو نقول سياسات المنافسة بين القوى المنتصرة في الحرب العالمية الثانية، وبدأت هنا حرب نفوذ، حرب على النفوذ، على اكتساب مناطق نفوذ في العالم، عشان كده سميت حرب باردة، هي حرب اكتساب النفوذ الدولي في مناطق متفرقة من العالم بين القوتين اللتين نشأتا بعد الحرب العالمية الثانية، اللي هما الاتحاد السوفيتي والمذهب الاشتراكي الذي بني على المذهب الاشتراكي الماركسي، والولايات المتحدة الأمريكية والرأسمالية الدولية، والتي نقول ومعسكرها الغربي التي ضمت دول أوروبا الغربية في ذلك الوقت. يبقى هنا بنتكلم عن الحرب الباردة، هي كانت بين قوتين أو من أكبر من القوى الكبرى المنتصرة في الحرب العالمية الثانية، ما بين الكتلة الشرقية بزعامة الاتحاد السوفيتي سابقا والكتلة الغربية بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية. الحرب الباردة لو جينا نعرفها هي عبارة عن مواجهة سياسية وأيديولوجية، الحرب الباردة هي عبارة عن مواجهة سياسية وأيديولوجية وعسكرية في بعض الأحيان غير مباشرة جرت في الفترة من عام 1947 إلى 1991. أطرافها عبارة عن أكبر قوتين في العالم في تلك المرحلة، هما الولايات المتحدة الأمريكية والتي تمثل المعسكر الغربي، والاتحاد السوفيتي السابق والذي يمثل المعسكر الشرقي. أول من استخدم مصطلح الحرب الباردة كان الكاتب الإنجليزي جورج أورويل في مقال نشر في عام 1945 في إشارة إلى المأزق النووي الذي يمكن أن يتسبب بامتلاك دولتين أو ثلاث لهذا السلاح الفتاك. متى بدأت الحرب الباردة؟ في وجهات نظر كتير، ولكن الوجهة أو الصحيح في بداية الشرارة الأولى للتنافس الاستعماري ما بين، أو تنافس على النفوذ ما بين الشرق والغرب أو السوفييت والأمريكان، يعني ممكن نقول هو مبدأ ترومان الذي أطلقه الرئيس هاري ترومان، الرئيس الأمريكي هاري ترومان بمساعدة اليونان أو مساعدة الحكومة الشرعية اليونانية ضد الثوار الشيوعيين أو الاشتراكيين من السيطرة على الحكم في اليونان، فأمر في خطاب شهير للكونغرس الأمريكي بمساعدات اقتصادية كبيرة للحكومة اليونانية خوفا من أن تسقط في أيدي الشيوعيين وتصبح اليونان وهي دولة من دول أوروبا المؤثرة في السياسة الأوروبية أن تقع في أيدي الفكر الاشتراكي وتحت النفوذ السوفيتي، فأمر بمساعدات اقتصادية كبيرة جدا نجحت في النهاية إلى طرد النفوذ أو طرد الحزب الشيوعي أو الفوز على الحزب الشيوعي من و كسب السلطة السياسية في اليونان. يعني تعتبر هذه هي يعني يؤرخ لها ان دي بداية الحرب الباردة او بداية النفوذ، حرب النفوذ ما بين الشرق والغرب.
ومن هنا ان ممكن نحدد برضه من هنا ان اليونان ان امريكا ما ساعدت الحكومه الشرعيه اليونانيه من ان تسقط في ايدي الشيوعيين. هنا بدات فكره المساعدات الامريكيه لاوروبا، وجاءت فكره مشروع مارشال الاوروبي، مارشال الامريكي للمساعده الاوروبيه. جه هنا من المساعده الامريكيه لليونان، كانت فكره المساعده الامريكيه بقى لاوروبا بصفه عامه فيما سمي اطلق عليه مشروع مارشال الامريكي لمساعده الاقتصاديات الاوروبيه التي خرجت منهكه اقتصاديا من الحرب العالميه الثانيه، وخوفا من ان تقع تحت التاثير او تاثير النفوذ السوفيتي. هنا قدمت الحكومة الأمريكية أو الحكومات الأمريكية المتعاقبة معونات سخية للحكومات الأوروبية لنهضة لإحداث النهضة الاقتصادية، خوفا من أن تقع تحت نقول النفوذ الاشتراكي أو السوفيتي. يعني نقول لو احنا خدنا المبحث الثاني، جوانب العملية للحرب الباردة، في جوانب كتير. يعني هناخد بس مظاهر لها. مظاهر اول مظهر ليها مظهر حرب الكورية، الحرب الكورية اللي هي الحرب الكورية شبه الجزيرة الكورية، حينما يعني برضو بدأ الاشتراكيين او الثوار في شمال كوريا، شمال شبه الجزيرة الكورية، الزحف نحو الجنوب للاستيلاء على الحكم في جنوب كوريا، وتعود السيطرة للشيوعيين في شبه الجزيرة الكورية. هنا أمريكا بدأت خدت خطوات مهمة جدا، واتخذت قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة بمساعدة تدخل في إنهاء الحرب الكورية. الحرب استمرت من 50 ل 53 ولم تنتهي إلى حل، انتهت بتقسيم شبه الجزيرة الكورية إلى قسمين شمالي وجنوبي. دلوقتي لغاية دلوقتي ما زال الأمر قائم، كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية. ده كان أول مظهر من مظاهر المنافسة الاستراتيجية ما بين الشرق والغرب أو ما بين السوفييت والأمريكان. ثم الخطوة الكبيرة مهمة جدا جدا كانت الحرب، نقول حرب نقول أزمة الصواريخ الكوبية في شبه جزيرة أو في جزيرة كوبا في البحر في أمريكا الجنوبية في كوبا، اللي هي بيقول وضع او نصب الاتحاد السوفيتي صواريخ سوفيتيه في قباله او في مواجهه الشواطئ الامريكيه، واعتراض امريكا على هذه الصواريخ، وكادت ان نقول تحدث حرب نوويه بين القوتين ولولا تدارك الموقف، وانتهت باتخاذ مواقف نقول مرنه ما بين القوتين الامريكيه او الدولتين الامريكيه والسوفيتيه. برضو المواقف الساخنه لانشاء الاحلاف العسكريه. يعني هنا قلنا المنظمه قامت على مبدا الامن الجماعي، الامن الجماعي المفروض للكل للكل. يعني هنا الامن الجماعي مبدا بيقوم على ان هناك تكافل دولي ضد دوله تعتدي على او دوله تهدد السلم والامن الدولي. لقينا في هذه المرحله لقينا في عوده لفكره الاحلاف العسكريه، عوده لفكره الاحلاف العسكريه، من لان هنا الاحلاف العسكريه بدات هتحل محل الامن الجماعي. ليه؟ لان هنا احنا امام قوه كبرى من اللي المفروض تكون ضامنه للامن الدولي، لانها هي التي تهدد الامن الدولي. عشان كده لقينا حلف الاطلنطي او امريكا تنشئ مع حلفاء، تنشئ حلف سموه حلف شمال الاطلنطي للدفاع عن امريكا ودول اوروبا الغربيه في ذلك الوقت. ولقينا برضو السوفييت في نفس المرحله ينشئوا حلف وارسو ايضا للدفاع عن السوفييت ودول اوروبا الشرقيه في كم يعني في ذلك الوقت. هنا لقينا عوده لي او انتكاسه لفكره الامن الجماعي لصالح مبدا الاحلاف العسكريه، خاصه اننا امام دول كبرى معنيه بالاساس بمبدا الامن الدولي. هنا احنا خلصنا الفصل او رجعنا على الفصل الثاني. الفصل الثالث هو الوفاق الدولي. الوفاق الدولي هنا لو احنا اتكلمنا عن الوفاق الدولي